وافقت الحكومة العراقية على الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومتي الكويت والعراق قبل أيام، والمتعلق بتعويضات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لدى العراق. من جهته أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الدفع سيكون خلال العامين الحالي والقادم. في استمرار للتطور الملحوظ في العلاقات بين الكويت والعراق، أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن موافقتها على ما وصفته بالتسوية الودية الموقعة بين وزير النقل العراقي ووزير المواصلات الكويتي بشأن دفع تعويضات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال العامين الحالي والقادم. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء العراقي وافق اليوم على التسوية الودية الموقعة بين وزير النقل العراقي ووزير المواصلات الكويتي لحل مشكلة الخطوط الجوية العراقية، مضيفا أن مجلس الوزراء أوصى إلى مجلس النواب تخصيص مبلغ التعويض على مرحلتين، الأولى ضمن موازنة العام الحالي والثانية ضمن موازنة العام القادم. وكانت بغداد قد خولت قبل أيام وزير النقل فيها هادي العامري التفاوض مع دولة الكويت حول آلية دفع التعويضات المترتبة عليها لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية جراء الأضرار التي تعرضت لها طائرتها إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث قام العامري بزيارة للبلاد استقبله فيها سمو أمير البلاد وسمو رئيس الحكومة، كما تم التوقيع خلالها على اتفاقية تسوية التعويضات. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الخطوات التي خطاها البلدان في مجال تطوير العلاقة بينهما، والتي توجت بمشاركة سمو أمير البلاد في القمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، كما سبقتها زيارة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى الكويت في مارس الماضي، وهي الزيارة التي تخللها اتفاق البلدين على إسقاط الدعاوى والأحكام التي رفعتها الخطوط الجوية الكويتية ضد نظيرتها العراقية.